عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نكملو البارشي التالي اللي باقي عندنا في الكور ديال الأمبريولوجي. دونك غادي نشوف واحد الريزومي اللي هي بارتي الزوجة. دونك نبداو مع أول ديفينيسيون عندنا هي لونتوجينيز. دونك هي واحد التكوين ديال فرد جديد، فورماسيون ديال نوفيل انديفيدي اللي قادر على التكاثر. دونك المراحل اللي كاينه الرئيسيه ديال النمو تاع الجنين، غوند ايتاب ديال ديفلوبمون امبريونير، كاين ثلاثه ديال لي زيتاب، كاين سيغمونطاسيون، كاين غاستريلاسيون، وعندنا لورغانوجينيز. دونك نبداو مع اول مرحله اللي هي سيغمونطاسيون، ولا تقدر تلقاها حتى بالاسم ديال الكليفاج. دونك هي واحد البيريود، واحد الفتره ديال التطور الجنيني اللي كتدير واحد الباساج من الحاله احاديه الخليه الى واحد الحاله متعدده الخلايا. عندنا واحد التعريف ديال الامبريون اللي هو الجنين. دونك هي واحد الدراسه علميه اللي تطور الكائنات الحيه من البويضة الملقحة الى الشكل النهائي اللي كيعطينا الانديفيدي. عندنا كذلك لي بلاستومير اللي هما واحد الخلايا اللي كتكون مشتقة من انقسام ديال لوف، لا سيغمونطاسيون ديال لوف. عندنا كذلك الموغيلا اللي هي واحد التكاثر ديال الخلايا في واحد البيضة ملقحة، كتكون عبارة عن واحد الكتلة مضغوطة ديال لي بلاستومير كتسمى موغيلا. دونك هاد الموغيلا هادي عندها واحد لافورم كتشبه للتوت. دونك وما كتكونش فيها الكافيتي، كتكونش فيها واحد الجويف مركزي. دونك هاد الكليفاج كينتهي لنا بواحد التكوين ديال البلاستولا. دونك كتحولنا هذا الموغيلا اللي قلنا عليها كتشبه التوت، كتحولنا لواحد بلاستوسيست. دونك هذه العمليه نتاع التحول كنسميوها بلاستولاسيون، لاننا بواحد الشكل عام كنشوفوا واحد التكوين ديال التجويف في هذا العمليه اللي قمت بها. دونك من كدير هاد الترانسفورماسيون، من كدير هاد الترانسفورم للبلاستوسيس كيوقع لها واحد التجويف. دونك حنا باش نسهلو كاع هادشي قالك من كيتكون لي واحد الجنين من 8 حتى 20 بلاستومير، هنا كنقولو بلي راه عندنا واحد الموغيلا. دونك كيستمر لي الانقسام، منين كيستمر هاد الانقسام كتظهر لي واحد التجويف. التجويف هذا اللي هو الكافيتي كنطلقوا عليه واحد الاسم ديال بلاستوكور. عاوتاني هاد الجنين هذا من كيكون على شكل بلاستوكور كنطلقوا عليه عاوتاني واحد الاسم ديال بلاستولا. دونك غادي نعاودوا لهذه، من كيكون عندنا واحد لومبريون فيه من 8 حتى 20 بلاستومير انا كنسميوه بلي ولا موغيلا. منين كيوقع له واحد الديفيزيون وكتظهر لي واحد الكافيتي، هنا كنسميه بلاستوكور. من بعد هاد الكافيتي هادي كتجي الفترة ديال ولا الاسم ديال بلاستولا. دونك موغيلا كتحول تشوق على واحد الكافيتي كنسميوها بلاستوكور، من بعد كتحول عاوتاني كتولي عندي بلاستولا. هنا كاين واحد الجدول نتاع لخصنا كاع هادشي ديال السيغمونطاسيون الغاستريلاسيون الاورغانوجينيس. دونك في السيغمونطاسيون في المرحله الاولى كتكون عندي اوف كتحول لي البلاستولا، من بعد كتوقع لها واحد الملتيبليكاسيون. في هاد الفتره هادي كتوقع لها واحد الملتيبليكاسيون سيلولير. دونك كتكون عندي ان سيلول كتحول حتى كتنقسم حتى توصل عشرة او ثلاثة ديال لي سيلول. هنا كنقولو بلي عندي واحد لونسومبل ديال لي سيلول عاد باقي فيبل او نيفو دورغانيزاسيون.
يعني مازال ما بان والو. من بعد كتجي الفترة ديال الكاستريولاسيون، كتكون لي واحد الكاستريولا، كيوقع لي واحد الميزون بلاس ديال لي في امبريونير، وكيكون واحد الاستعداد ديال الفيتشر امبريون. هنا كان كيكون عندي واحد لونسومبل ديال لي سيلول وكور دورغانيزاسيون، يعني راه عاد كتشكل. بالنسبه للاورغانيزاسيون لي طاب التاليه، كتكون عندي واحد النوغيلا كتولي ادولت، كيوقع لي واحد الميزون بلاس بروغريسيف ديال لي زورغان ديفيرونت سيلولير اي تي سيلولير. وكنقولها بلي راه عندي واحد لونسومبل ديال لي سيلول اوتومون اورغانيزي. دابا ندخلو شويه في لي ديتاي. قال لك من كيكون عندي واحد الانقسامات في واحد المرحله، دونك في العديد ديال الانواع ما كيتزاد ليش الحجم ديال الجنين، يعني كيبقى هو هو واخا كتوقع ليه الانقسامات. بالتالي كتوقع واحد، بالتالي كتولي دوك الخلايا كتولي تصغر تصغر، وكيسم كيتسمى هذا الجنين هذا بالغاستريولا. دونك عندي هنا واحد الشيما اللي حتى هي ديما كتحط في لي زيكزون. دونك كتكون عندي في الاول زيغوت اللي قلنا كتكون بيضاء ملقحه، كتوقع لها واحد السيغمونطاسيون، من بعد كتولي غاستريلاسيون. وهاد الغاستريلاسيون كتعطينا ثلاثه ديال لي زيطاب، كتعطينا ليكتوديرم والميزوديرم والاندوديرم. بالنسبه ليكتوديرم كيعطينا ليبيديرم، كيعطينا لي سيستيم نيرفو سنترال، وكاين كيعطينا لي سيستيم نيرفو بيريفيريك. بالنسبه للميزوديرم كيعطينا الغين، كيعطينا لي زورغان ديال الروبروديكتور، كيعطينا لي زوس اللي هما العظام، كيعطينا لي ميسك العضلات، كيعطينا السيستيم فاسكولير. بالنسبه للاندوديرم كيعطينا حتى هو لانتستان الامعاء، كيعطينا لي بومون الرئتين، كيعطينا الفوا الكبد الكبد. ونتعرفوا دابا على بعض لي ديفينيسيون بحال النوغيلاسيون اللي هي واحد العمليه جنينيه في الحيوانات الفقاريه اللي كتميز بالتكوين ديال الانبوب العصبي اللي غادي يشكل في الاخر غادي يشكل لنا واحد الجهاز عصبي مركزي. من بعد عندنا اون اورغانو جينيز اللي هو التكوين ديال الاعضاء او لا التطور ديال الاعضاء داخل الكائن الحي. دونك هي واحد المرحله ديال التطور اللي كتسمح بوضع الاعضاء في المكان تاعها، كل عضو كديرو في المكان تاعه. دونك هو واحد الشيما ديال بعض الانقسامات اللي كيطراو على لوغسان اللي كتعتبر من جينوديرم اللي كنا هضرنا عليهم قبل. دونك هو ستاد ديال دو بلاستومير. من بعد كيجينا ستاد ديال الكادر تاع التمنية ديال البلاستومير، وستاد ديال سيز سيلول. دونك عندنا هادي عاوتاني الشيما ديال جون بلاستيولا. عندنا كذلك هادي الشيما ديال جون غاسترولا ديال لوغسان. دونك هنا هاد الشيما هادي كيبين لي الديبي ديال لانفاجيناسيون ديال لوندوتيرم. عندي كذلك دو ستاد ديال ديالونجاسيون ديال لوغشونتيرون. هنا كذلك الشيما ديال واحد الباساج نتاع السطاد ديال الغاسترولا تاع السطاد لافيغ. واخر شيء ما عندي هنا هي ديال تكون جون بلاطو، عفوا جون بليتيوس.